مشاهدينا الاعزاء، صباح الخير. صباح الخير ندى. صباح الخير سميره، وصباح الخير اعزائي المشاهدين. طبعا يا ندى، نحن في حلقه الثلاثاء الماضيه تناولنا الفواكه والخضروات ازعار ومواسم مع بعض نشوف، والمشاهدين الكرام حنتناول شنو في حلقه اليوم، ولا رايك شنو يا ندى؟ والله طبعا يا سمير، احنا داخلين على رمضان زي ما عارفه وعارفين اعزائي المشاهدين، والاطباق الرئيسيه اللي بتكون في المائده الرمضانيه في البيت السوداني اللي هي العصيده والكسره والنشا وما الى ذلك. فانا يعني من رايي ان نقوم نعمل زياره لسوق المحاصيل بام درمان عشان نشوف الاسعار والنوعيات ومواسمها. طيب نحن ندعو المشاهدين الكرام ونصطحبهم في جوله داخل سوق المحاصيل، تابعوا معنا. أصدقائي، حنتعرف الليلة على أنواع من المحاصيل أو من الذرة. عندنا هنا ذرة مخلوط أو مشكل من الدبر والفتريتا والهجين. السعر بتاع الربو حقه 200 دينار. هنا برضو عندنا القمح أو القمح البلدي، وسعر الربو حقه 600 دينار، بيستفيدوا منه في الجراسة وفي عصيدة القمح. هنا برضو عندنا ذرة من الدبر فقط، سعر الربو 250 دينار، بنستفيد منها في الكسرة وفي النشا. عصيدة الدخن واحدة من الوجبات الغذائية اللي بنتناولها داخل كل بيت سوداني، ومن داخل سوق المحاصيل ربع الدخن ب 250 دينار. التترون أو السلكة، وطبعا هي من أفضل أنواع الذرة في السودان، سعرها بحوالي 300 دينار، بتستعمل عندنا في السودان في العصايد، وأيضا واحنا داخلين على شهر رمضان بتستعمل في عملية الأبرة.